دنيا باطمة تواجه السكينة غلامور والسلطانة أمام وكيل الملك بابتدائية مراكش. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. علمنا من مصادر موثوقة أنه تم تقديم الفنانة دنيا باطمة أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية قضيتها مع حساب حمزة مونبيبي. ويأتي تقديم باطمة بعد توقيفها والاستماع إليها الأسبوع المنصرم أكثر من مرة على خلفية علاقتها بالحساب نفسه، كما تم حجز هاتفها وإجراء الخبرة عليه رفقة شقيقتها. ويشار إلى أن الفنانة تم مواجهتها باليوتيوبر سكينة غلامور والسلطانة اللتين اتهمتا دنيا باطمة بأنها هي صاحبة الحساب المثير للجدل. وأضاف مصدر موثوق أن الشقيقة دنيا هي الأخرى تم مواجهتها بسلطانة، وذلك بناء على اعتراف الموقوفين المشتبه فيهم في القضية، وكذلك بناء على مجموعة من الاتهامات من طرف الضحايا. وأكد المصدر ذاته أن جميع من تم ابتزازهم هم خصوم باطمة، الأمر الذي أسفرت عنه التحقيقات الأولية، بحيث شدد على أنه لا يمكن أن تكون تصريحات واعترافات كل من الضحايا والمشتبه فيهم التي تدين باطمة مجرد صدفة. ويذكر أنه تم توقيف دنيا باطمة بمجرد وصولها المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بسبب عدم استجابتها لاستدعاء الشرطة القضائية للتحقيق معها، كما أن الأخيرة وبالرغم من كل هذا لا تزال تنكر وتعتبر ورود اسمها في التحقيقات مجرد مؤامرة لتشويه سمعتها. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.